أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من الأطباء السبعة. كثير بنسمع عن أشخاص عندهم عدم ثقة بشغلة محددة بجسمهم أو بوجههم، لكن بنسمع برضو أنه بنخاف من العمليات الجراحية. لكن اليوم معنا الدكتورة ميرال المبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة ميرال. كنا عم نناقش أنا وياكي أنه هل من المعقول في عنا إشي إجراء طبي ممكن نعمله خلال 5 لـ10 دقائق يبين نتيجة عنا؟ صح، هلا في عدة إجراءات طبية، بس اليوم رح نحكي عن فيلر الأنف. تمام. بالذات هلا في ناس كتير بتضايقوا بنسمع من شكل أنفهم، ومش كل يعني إجراء تجميلي للأنف بيحتاج لعملية جراحية 100%. صحيح. هالأيام صار ممكن فيلر نستعمل الفيلر لنصحح أشياء معينة بالأنف. بـ5 لـ10 دقائق بيكون الشخص طالع إذا كانوا عامل عملية جراحية. اللي هو نقدر نحكي عنها بدل العملية الجراحية. يعني مش بكل الحالات. هلأ في حالات مثلاً اللي عندهم بروز عظمة الأنف، أو الناس اللي بدهم يرفعوا رأس الأنف شوي، أو في ناس لما تضحك بنزل الأنف معهم لتحت. هاي أشياء بسيطة، مو مرات مش يعني ما بتطلب إنه نخوض عملية جراحية وفي إلها سايد إفكتس وهاي الأمور. مرات بإجراء بسيط ممكن نصلح هاي الأشياء. صحيح دكتورة. هلا وخلاله أنت عم تعملي الإجراء الطبي، إحنا رح نحكي شوي ورح نسأل بعض الأسئلة المتعلقة في الموضوع. صح. صحيح. صح. هلا دكتورة، هلا هل هذا الموضوع بتطلب تخدير؟ هلا مرات بنحط للشخص اللي كتير بيخاف بنحط كريم موضعي قبل الإجراء لمدة نص ساعة، بس فعليا فيلر الأنف إجراء ما بوجع كتير، يعني محتمل، وحتى بدون كريم موضعي بنقدر نعمله 100%. وبعد قديش أنا بشوف التحسن أو ببلش أشوف نتائج؟ هلأ فعلياً يعني دغري بعد ما نخلص الإجراء ببين التغير بشكل الأنف، بس بده أسبوع لأسبوعين ليهدأ أي ورم يزول ويبين 100% كيف الشكل النهائي. ودكتورة، هل في أي مضاعفات لهذا الموضوع؟ هلأ أكيد أي إجراء طبي في له مضاعفات إذا انعمل بطريقة خاطئة، أو استعملنا مادة غلط، إنها مش ويسير لورا، أو ما تم إجراؤه عن من قبل مثلا طبيب متمرس أو عنده علم كافي بتشريح الأنف. لهيك إحنا بدنا نأكد إنه لازم الشخص اللي بيعمل يكون متمرس، والإجراء الطبي لازم يكون حدا متمرس. صح. دكتور طبيب. صح. تمام. الألم، مدى الألم حكينا مش كتير رح تشعر بالألم، يعني هو حسب الرغبة. بالضبط. هلا اول شيء احنا بنقوم بتحديد الاماكن اللي بدنا نحط فيها الفيلر. دكتورة، هل بيحتاج الشخص يعملها اكثر من مره؟ هلا هو مش زي العمليه دائمه، بس فيلر الانف طبعا بحتاج يكرر الشخص كل سنه لسنه ونص. هلا مع تكراره بثبت الفيلر اكثر، بثبت على شكل، يعني باخذ شكل. بصير محتاج يعني بدال مثلا اذا في ناس بكرروه كل 6 أشهر بصيروا يكرروه كل سنه او كل سنه ونص. وانا كثير بسمع دكتوره انه في اشخاص بيعملوا الفيلر لحتى يجربوا ويشوفوا كيف بيطلع شكل الانف، بعدين بيلجؤوا للعمليه. اذا عملنا فيلر هذا ما بمنع انه بالمستقبل ممكن نرجع نعمل عملية جراحية. حتى في ناس بيعملوه حتى يشوفوا كيف شكل أنفهم ممكن يكون بعد العملية، بيعملوه عن طريق الفيلر، وبعدين إذا قرروا يعملوا العملية ما في مشكلة. صح 100%. ودكتورة كتير بسمع برضو، أنا بقرأ على الموضوع كتير، إنه ممكن الفيلر يزيد حجم الأنف. هلأ فعلياً إحنا لما نظبط شكل الأنف هو ببين أصغر، بس هلا لو جبنا مسطرة وقعدنا نقيس بالمقاسات ممكن فعليا يكون اكبر شوي، بس عادة مش هاي المشكلة اللي بتضايق الشخص. عادة المشكلة اللي بتضايق الشخص هو بروز عظمة، او زي ما قلنا رأس الأنف بيكون منحني لقدام. فمجرد ما زبطناها حتى لو فعليا شوي بالمقاسات كبر الأنف، بس هو رح يبين اصغر بالنسبة للشخص، رح يكون مبسوط فيه اكثر. صحيح. وهلا رح نشوف مع بعض النتيجة بعد الإجراء الطبي. دكتورة اشرحي لنا شو كانت النتيجة، كيف صارت كيف كانت وين كنا وين صرنا؟ أنا شايفة صراحة يعني فرق كبير. فرق كبير بالمنخار. هلأ مدة الإجراء ما أخذت أكثر من 10 دقائق. إحنا صلحنا بروز العظمة اللي كان موجود، ورفعنا رأس الأنف، وبين مبدئياً أنف أسيل أصغر. أصغر 100%. وهذا بنعتبره خلص هيك، يعني هو الأنف يعني زي كان عامل عملية 100%. وبضل دكتورة هذا زي ما حكينا، بضل يعني بضل تقريبا
تسع أشهر لسنة. رح يخف ولا رح يضل نفسه؟ بخف شوي مع الوقت، بس زي ما قلنا مع تكرار الفيلر بصير يثبت أكتر. تمام، شكرا لك دكتورة، شكرا أسيل. رح نكمل معكم هلأ فقرة جديدة من فقرات الأطباء السبعة.